إذا سامي المرابط مرحبا بك، اليوم توجتي هداف ديال المباراة اللي جمعت فريق وداد طنجة أمام قدس تازة بتسجيلك أربعة الأهداف، شنو الشعور ديالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا كنشكر طنجي سبور، ثانيا كنشكر الجماهير اللي ساندتنا اليوم، والحمد لله أربعة الأهداف ما جاوش بالنسبة لي، جاوش لي وحديتي من الدراري كاملة تقفل إن شاء الله، كاملة لعبت كورة، غادي بدجة جماعي ما جاش وحديتي ولا الحمد لله غلبنا تازة ودابا تقدمنا في صبورة الترتيب وكنشكر طنجي. شنو هو العامل اللي استغليتو في المباراة اليوم باش سجلتو خمسة ديال الأهداف؟ واش النفاذ ديال الخصم ولا كنتم مستعدين بما فيه الكفايه؟ كنا كونسونطريسيون السيمانه اللي لونطريمون دتنا كنا كانت مستعدين، وهاد الغلبه هذا اللي ضروري كان خصنا نغلبو، كان ضروري خصكم تغلبو بعد جوج ديال الهزائم، كان خصنا ضروري نغلبو الحمد لله ربي ما خايبنا. واخا شنو سمير المرابط، شنو هي الامنيه ديالك؟ الامنيه ديالي ان شاء الله العام هذا ولاد طنجه تقدم وطلعوا هو الف ان شاء الله سمير مرابط هداف فريق وداد طنجة، طنجي سبور كيتمنى لك التوفيق وشكرا جزيلا لك.